السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. محدش كلمني. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في طبليه جديده. النهارده اليوم ملخبط ومختلف خالص، مش عارفه في ايه النهارده. طيب النهارده هنعمل بقى طبليه مختلفه ومميزه، جات لنا من اول حلقه طلبتوا البيتزا. النهارده عاملين بقى بيتزا باصناف كتير، وهنحط بقى حاجات كتير قوي. عندنا تونه، وعندنا مشروم، وعندنا جبنه، وعندنا فراخ، كل اللي انتوا نفسكم فيه حطوه. ممكن تحطوا لحمه مفرومه، ممكن تحطوا سجق. طيب اللي ما بيشوفش المواعيد بتاعتنا ما بيلحقهاش، احنا موعدنا من 12 لواحدة، من الاثنين للجمعه، والاعاده من 5 ل 6. ممكن تشوفوها كمان على الفيسبوك او على اليوتيوب. طيب والمقادير العجينه مقادير مظبوطه 100%، هتنفع معاكم. انا عندي هنا، انا هديكم مقادير عن كيلو دقيق. كيلو دقيق عندي اهو، بس انا مش هعمل كيلو كله، انا هعمل شويه، لان كده كده عندي عجينه خمرانه، هعمل شويه بس صغيرين. نحط على كيلو الدقيق رشه ملح، ومعلقه كبيره خميره، ومعلقتين سكر، ونحط كمان معلقتين زبادي. هنزود كمان عليهم رشه زعتر. رشه الزعتر بتفرق قوي قوي في العجينه، بتبقى حلوه قوي. وكمان هنعمل، بتتحط على الفراخ برده وعلى الصلصه، هنعملها مع بعض دلوقتي. رشه كده حلوه، نعلي بقى شويه، نديها رشه فلفل اسود صغيره. نحط بقى ده كله هنا في العجانه. ممكن طبعا تعجنيها على ايدك زي ما تحبي، بس انا عشان بصلع على نفسي. هنزود بقى ميه شويه شويه، الافضل تكون ميه دافيه. نعمل كده نضيف. واحنا بنعجن كده نسيبها بالظبط تتعجن من 6 لـ7 دقايق على حسب. وطبعا بعد ما تتعجن لازم تتغطى بكيس بلاستيك وتتساب في مكان كويس، خاطر تخمر، تخمر كويس قوي اهي. بعد ما بتخمر بتبقى بالشكل ده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اديها حبة مية كمان شوية شوية. بس حلوة قوي كده، هي بتبقى العجينة طرية شوية وبتلزق، هي حلوة قوي عليها كده. نغطيها ونسيبها تخمر شويه، ونقول الو يا ناديه. صباح الفل يا ناديه. صباح الخير عليك. اهلا. جميل. صباح الفل عليك يا ناديه. صباحك كده، اول ما بشوفك كده بيبقى اليوم جميل. ربنا يخليك يا ناديه، تسلمي تسلمي. ربنا ما يحرمنا منك يا حبيبتي ابدا. ربنا يبارك لك يا ناديه، تسلمي، ربنا يخليكي. ربنا يخليك. قولي لنا بقى النهارده احنا هنعمل بيتزا، تطبخي النهارده عندك؟ الحلقه دي بصي كنت مستنياها من زمان. طب اقعدي بقى تتفرجي عليها وتابعينا كلها، شوفيها كلها. لازم تتفرجي عليها كلها، ونعمل بقى كذا حشوه للبيتزا، ونعمل حاجات كتيره النهارده. لازم تتفرجي عشان نشوف الحلقه كلها ماشيه معانا ازاي. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا ناديه، تسلمي يا ناديه، صباح الفل عليكي، تسلمي. هنا انا عندي صدور فراخ، عشان خاطر هعمل برده بيتزا بالفراخ. حطيت شويه زيت، وادي صدور اهي. قلنا نعمل حشوه كده مع بعض سريعه. هنديها شويه ملح وفلفل ومسعكه وشويه زعتر، بس مش هنديها اكتر من كده. قلت اعملها الاول عشان على ما افرد العجينه تكون بردت. حلو قوي كده، شايفين؟ اهم حاجه في العجينه يا جماعه ان العجينه معانا ما تاخدش ميه كتير، وتعجنه شويه شويه، ان الدقيق كل دقيق نوع دقيق بيختلف عن التاني، فناخد بالنا من النقطه دي. صباح الفل يا بسمله. الو يا بسمله، سيبنا تاني يا بسمله. هذا الفراخ معانا اهي،
احسن صواني عشان تعملي فيها البيتزا. في صواني مخصوصه للبيتزا دي تنفع، وفي صواني الومنيوم. الومنيوم تبقى حلوه قوي وتوزع الحراره كويس جدا. شوح الداخل لحد ما تستوي كلها. طبعا في انواع بيتزا كتير، في بالجمبري، في بالخضار، في بالفراخ بس، في باللحمه، في ميكس جبن، في ميكس لحوم، بيبقى لانشون وتركي وسلامي. طبعا يا جماعه كل واحد يحط الطعم اللي هو بيحبه. اهو دقيقتين بالظبط وهشيلها احطها هنا، لان انا في نفس الطبق بتاعها هشوح المشروم شويه. عندي العجينه اهي، بصوا العجينه خمرانه ازاي، اتفرجوا عليها شويه، بصوا بجمالها. لو رفعناها من تحت كده، بصوا خمرانه ازاي، حلوه قوي. طلعها بقى كده عشان خاطر يا جماعه تبقوا عارفين سمك عجينه البيتزا نص كيلو الدقيق بيعمل 3 بيتزات كبار. نص كيلو الدقيق يعني الكيلو هيعمل معاكي 6. انا يا صدفه مثلا ما عنديش نشابه، ما عنديش حاجه، لا بصي الحته بتبقى قد كده، ان هي بتبقى رقيقه. في صينيه عندي كبيره شويه، هكبر لها حته اهي، بقطع حته العجينه على حسب حجم الصينيه. الو يا ام فريده. الو، اهلا يا ام فريده، صباح الفل. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ صباح النور، عامله ايه؟ اهلا بيك يا ام فريده. الحلقه الجميله دي، شوف لسه ما عملناش حاجه بقى، اتفرجي نشوف البيتزا في الحلقه. لا بس احنا مستنيينها. شفتي بقى؟ بس عايزين بقى القرص الطريه، مش الصدفه. خلاص يا ست كريمه، كريمه هتزيد، قولي انا كتبت لك البيتزا والقرص الطريه. حاضر، الطريه والنبي متوصيك من عينيا الاثنين، احلى قرص طريه تتعمل لك. الكحك والبسكوت خلصوا، عايزين نفطر بقى بالقرص الطريه. من عينيا الاثنين. حاضر، تسلم عينيك يا حبيبتي. معلش ولادي عايزين يكلموك. ربنا يخليهم لك طبعا. اتفضلي. ازيك يا الصدفه؟ اهلا اهلا اهلا، انت اسمك ايه؟ اسمي فريده. اهلا بك يا فريده، ربنا يخليك لماما. انا بتابعك على اليوتيوب وبحبك قوي. ربنا يخليك يا فريده، تسلمي. تسلمي يا فريده. كريمه اسمها فريده مش كريمه، اهدي. ربنا يخليهم لك كلهم. كلمي حمزه اخويا. هاتي حمزه. ايش الصدفه؟ اهلا يا حمزه، ازيك؟ انت عندك كام سنه؟ النسله. اهلا بيك، ربنا يخليهم لك. يلا نعتذر بقى عن الفرح ده ونقول لكم سلام عليكم. ربنا يخليهم لك يا ام فريده. طيب الفراخ كده هنا خلصت، حطها بقى في الطبق. نفس الوقت هنا دقيقه احط المشروم دقيقه واحده. في ناس ما بتحبش طعم المشروم هو ني، هنديله بصوا تقليبه بسيطه بس كده مكان الفراخ اهو المشروم، عشان دايما بيبقوا منحلون قوي مع بعض الفراخ والمشروم في البيتزا. تقليبه بسيطه كده اهو، تقليبه بسيطه كده وسريعه. دي نقطه زيت صغنونه بس كده. كده احنا معانا الفراخ جاهزه والمشروم كمان اهو. ان معظم المحلات كلهم عموما بيستعملوا مشروم علب، بيبقى طري شويه عنده. بس كده، كده المشروم معايا جاهز وادي الفراخ. نفرد بقى البيتزا العجينه. لو انت بتفرد العجينه لقيتها معاكي بتمط معاكي، كل ما تفرديها تكش وتمط معاكي، ده معناه ان العجينه ده مرتاحتش، ما خدتش راحتها في التخمير، انها عايزه تخمر تاني. حلو قوي كده. طبعا ممكن تفردوا بايديكوا او بنشابه، تفردوا من جوه كده لبره علشان ما تبقاش عاليه من ناحيه وواطيه من ناحيه اهو، قد ما تقدروا كده. اعرف ناس بقى بتدهن الصينيه زيت وتروح حطها في قلب الصينيه وتفرد كده بايديها جوه الصينيه، مش مشكله برضو. الطريقه اللي تسهل عليكي اعملي بيها،
ولازم العجينه تكون رفيعه قوي في الصينيه، بس مش رفيعه ورقه، لا رفيعه شويه، لان هي بتخمر عشان خاطر لما تيجي بعد البيتزا ما تستوي ما تلاقيش العجينه بتاعتها تخينه قوي. ده احنا عايزين عجينه كده سمكها يكون مظبوط، مش تخينه قوي ومش رقيقه قوي. دايما بقول خير الامور الوسط عشان كمان نحس بطعمها. اهو بصوا عشان خاطر العجينه معانا مرتاحه كويس، بصوا بتتفرد معانا ازاي. يا جودي صباح الفل. يا جودي صباح الفل، اهلا بيكي. انت عندك كام سنه يا جودي؟ صوتك صغير قوي. عندي 10. ربنا يخليكي لماما ويديك الصحه. انا عندي 10 سنين. اهلا بيكي يا جودي. قولي لي بقى، نفسك نعمل لك وصفه معينه؟ قولي لك في البيتزا بتاعتنا حلو، هتجربيها مع ماما النهارده؟ اه. طب انت عايزه بقى وصفه معينه ولا عايزه حاجه نعملها لك يا جودي؟ اه. عايزه ايه؟ انا عايزه اعرف طريقه ايه؟ الكوسه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل؟ الكوسه من عينيا الاثنين. يا سلام، نعمل لك احلى كوسه. اه من عينيا الاثنين. عايز ايه غير الكوسه بالبشاميل؟ عايزه ايه تاني غير الكوسه يا جودي؟ طيب شكرا لك يا جودي، ومن عينيا الاثنين أيدة عندك يا أستاذة كريمة. الكوسة بالبشاميل كريمة، كريمة اكتبي يا ستي كريمة. طبعا كده سمكها تقيل شوية، عايزين نرفع أكتر. أنا عملتها بإيدي عشان خاطر الناس اللي ما عندهاش نشابة أو ما بتعرفش تستعمل النشابة، أهي بإيديكي كده على طول. وكل ما العجينة تكون متريحة معاكي أكتر كل ما تفرد معاكي أحسن وأحسن. انا برضو هجيب صينيه واوريكم بيفردوها في الصينيه ازاي. لو انت عندك صينيه الصواني الالومنيا او صواني البيتزا بتبقى احلى صواني للبيتزا. بيفردوها بقى كده اهو جوه الصينيه. لو لقيت العجينه بترجع معاكي وانت بتفرديها اصبري عليها شويه. صوص البيتزا يا جماعه اللي عندي صوص البيتزا ده جاهز. بصوا بقى الصوص الاصلي عباره عن ايه؟ طماطم متقشره ومسلوقه ومتشال منها البذر ومعصوره كويس قوي، ومعاها شويه زعتر وشويه زيت وملح وفلفل وفص ثوم، يغلوا على النار. هي دي صلصه البيتزا، حلوه جدا ومش هتختلف عن بتاعه المحلات في حاجه ليها العلب. الزعتر مهم جدا في البيتزا خصوصا في الصلصه بتاعتها، او على الفراخ او على حاجه هتشوحيها على النار. الزعتر حلو قوي. بصوا بقى جمال العجينه بتاعتنا، فردتها كلها جوه الصينيه اهي. عايزه بقى ايه؟ بصوا بصوا سمكها حلو قوي. العجينه مرتاحه معانا وزي الفل اهي. اهي حلو قوي. ماس كده السمك بتاعها حلو قوي، ظبطتها من كل حته. نعمل يبقى عملنا واحده بايدينا ونعمل واحده ثانيه بنشابه، يبقى عملنا دي ودي عشان خاطر الناس اللي ما عندهاش ده والناس اللي ما عندهاش ده. نشابه معانا اهي كمان عشان يبقى عندنا الاثنين. اهي صلصه البيتزا ندهنها بقى. طبعا دي هنعمل اطرافها فاضيه، في بيتزا تانية هنعمل أطرافها محشية جبنة. نعمل كده وكده. ممكن طبعا تحشوا الأطراف سجق، ممكن تحشوا الأطراف سوسيس، ممكن تحشوا الأطراف اللي انتوا حابينه. ممكن تخلوها أطراف فاضية زي ما احنا عاملين كده مفيش أطراف. اهو نخلص البيتزا دي ونحطها في الفرن الأول. اهو هنا بقى ممكن نحط ايه؟ هنا ممكن نحط مثلا فلفل احمر كده وشويه فراخ مثلا كده اهو. هو نرصها بقى براحتنا اهو. ممكن نحط بصل، مش حابين بصل ما تحطوش، ما فيش اي مشكله خالص اهو. ممكن زيتون اخضر، زيتون اسود،
ما تكتروش في الحشو يا جماعه في البيتزا عشان ما تبقاش تقيل عليها ويبقى شكلها مش حلو، مش بكتر الحشوات فيها. لما كنت تزودوا فيها بقى الجبن، الحاجات البسيطه دي. على ما احط حاجتي كلها نطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا كنا عملنا اول واحده وحطيت عليها الجبنه الموتزاريلا اهي قدامكم، هدخلها الفرن دلوقتي تخش على درجه حراره 200 او 250، يبقى شغال فوق وتحت عشان خاطر البيتزا ما بتاخدش وقت في الفرن، بتاخد 7 دقائق 8 دقائق بالكتير قوي، عشان خاطر البيتزا كل ما تقعد في الفرن اكتر بتنشف والجبنه بتاعتها بتنشف. ادخلها الفرن على ما نعمل واحده ثانيه. هنا انا عندي فردتها بالنشابه حطها في الصينيه دي عاملاها رقيقه اكتر. حلوه قوي دي كده تمام. اللي ممكن نعملها بالتونه، عندي صلصه كده. طبعا الحشوات دي براحتكم زي ما تحبوا، ممكن ما عندكوش صلصه دهنها كاتشب اي طماطم كده اهي. كده حلو قوي. طبعا التونه الافضل نحط معاها بصل وفلفل وجبنه على طول اهو. نشيل بقى التونه كده نصفيها من الزيت. وزع التونه كده زي ما قلت لكم. الحشوه اللي انتوا حابينها ممكن تحطوا بلوبيف، تحطوا سجق، تحطوا بواقي برجر عندكم، بواقي فراخ، اي حاجه. حلو قوي كده. كده تمام اهو. كده حلو قوي. تونه كفايه كده. نديها بقى بصل. البصل بيبقى حلو قوي مع التونه، بيدوا مزيج حلو كده. بلاش طماطم في البيتزا اللي فيها تونه، الطماطم هتديها زفاره. فلفل الوان وفلفل اخضر. نديها كام واحده زيتون نكسر اللون بس مش اكتر. حلو قوي كده. كام واحده زيتون كده، كم واحدة زيتون كده اهو. كده تمام قوي. جبنة بقى، طبعا الجبنة دي اساسي في كل انواع البيتزا. حط حبة من دي كمان. الجبنة لازم تبقى كتيرة قوي فوق البيتزا عشان تاخد نتيجة حلوة ومظبوطة. نقطع كام واحده من الصوابع دي هنا. عايزه لكم الصوابع دي هنعمل واحده اطرافها محشيه جبنه، عشان كده جبنه موتزاريلا صوابع اهي، عشان خاطر لو حابين تحشوا الاطراف. كده ودي جاهزه انها تخش معانا الفرن، اتركنها على جنب على ما نعمل حاجه تانية. دي بقى انا هعمل ايه؟ انا هقطعها دي اعملها كور صغيره. هنعمل اللي هي فيها جبنه اطراف بس الكور، وهنعمل المستطيل. يبقى عندنا دي ودي.
تبقى الكور كده مش في كل الطرف، حوالين البيتزا الصغيره. ناخد حته العجينه الصغيره دي نحط جواها جبنه موتزاريلا، ونعمل زي كوره كده اهي شايفين. ممكن بقى تحطوا مكان الجبنه الموتزاريلا دي، ممكن تحطوا مكانها قطع فراخ، حته لحمه، شويه سجق، زي ما نحب اهي شايفين كده. ناخد الجبنه برده نقطع حته كبيره كده جبنه في قلب العجينه، واحنا بنقلبها كده نطلع فاصل صغير على ما اعمل شويه كور كده حلوين، ونرجع لكم بعد الفاصل. متروحوش في اي حته. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا عملنا البيتزا، دخلنا واحده الفرن، وعملنا اللي بالتونه ودخلناها الفرن برضو. هنا اشيل بس العجين الزياده من الطرف هنا كده، عملت الكور اللي محشيه جبنه موتزاريلا زي ما قلت لكم، واشيل العجين الزياده ده عشان خاطر مش عايزه تبقى قطرها عجين اهو، ونفرك كده كده تمام تمام تمام. هنعمل ايه بقى؟ هندهنها قبل ما نحط الكور، وبعد ما نحط الكور كمان الاثنين. دي هنعملها بالسوسيس، وزي ما قلت لكم يا جماعه الحشوه اللي انت تحبها ممكن تحطوا جبن بس. ادي الكور اهي، هرصها كوره كوره اهو، كور صغيره الحجم. كده اهو. انا اتعمدت ادهن الصلصه تحت ليه؟ عشان خاطر الصلصه دي تخلي العجينه تلزق في العجينه الثانيه. يبقى اخوات كده وحبايب في قلب بعض اهو. حلو قوي كده، ان شاء الله العجينه طالما متخمره كويس هترتاح، هتريحك انت في الفرد. لكن لو العجينه مش خمرانه هتتعبك وهتضايقك وهتقعد تمط منك. لو انت بتعمليها لقيت العجينه مطت معاكي بتسيبيها تريح شويه كمان. ادي كده اهو، نروح دهنين الكور برضو كمان، عشان لما نيجي نسويها تبقى تمام معانا. ايوه كده، نديهم كده واحده واحده. الكور دي ممكن تحطوا فيها كور لحمه، كور تعملوا لحمه كده زي الكفته وتسووها وتحطوا تحشوها جوه الكور كده اهو. حلو قوي كده تمام. حطينا كده الجبنه وحطينا الكور، نحط بقى سوسيس بقى، ده اختياري وبراحتكم اهو. شويه كده ممكن لانشون ينفع، بلوبيف ينفع، جمبري براحتكم اهو. شويه مش هنحط فيها بصل المره دي، نحط زيتون وفلفل، بس الفلفل بعد كده بقطعه يا جماعه ارفع واصغر من كده. انا سامعه كل كلمه انتوا قلتوها اهو. وادي طماطم اهي، سامعاك يا كريمه كريمه، سامعاك يا كريمه 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 كريمه. وادي الجبنه اهي، ايوه كده. بص بقى الجمال، بصوا الجمال والحلاوه. ناخد حته جبنه بقى كده، اتدلعي شويه يا حته جبنه طريه. بصوا الجبنه الطريه معانا حلوه ازاي. نبص بقى على البيتزا اللي في الفرن،
عشان لو تمام ندخل دي مكانها. نبص عليها الاول. طبعا يا جماعه خليكم عارفين ان البيتزا وشها ما بتحمرش. نبص كده عليها من تحت، لو تمام يبقى نطلعها على طول. بسم الله. بس هو ده المطلوب. بسم الله. وندخل دي مكان دي. بصوا بقى دي استوت ما شاء الله، وندخل دي مكانها. والو يا جنات. الو. الو. صباح الفل يا جنات. صباح الخير. اهلا بيكي. انا بحبك جدا. ربنا يخليكي يا جنات، تسلمي. ممكن تديني طريقه البيتزا؟ احنا بنعمل بيتزا اهو، دي حلقه بيتزا. بس انا ما شفتهاش من الاول. طيب اعد لك المقادير حالا وتنزل على الشاشه وتفرجي معايا وتابعي للاخر. من عينيا الاثنين يا جنات. حاضر. انا بحبك جدا. ربنا يخليك يا جنات، تسلمي، ربنا يبارك لك. طيب بصوا بقى يا جماعه، نعيد المقادير عشان خاطر جنات. وزي ما قلت لكم، البيتزا وشها ما بتحمرش، بتبقى بيضه. كل ما الجبنه تتحمر اكتر كل ما مش هتمط معاكوا اصلا. نفرد بقى كده، ادي العجينه اهي، نفرد افرد كويس حته العجينه اللي قدامنا دي، تفردها كده مره بالعرض وتفردي ومره بالطول. والمقادير على الهواء قدامكم اهي. احنا عملنا ايه؟ جبنا كيلو دقيق، ادينا له معلقتين سكر ومعلقه كبيره خميره ورشه ملح وشويه زعتر ومعلقتين زبادي، وبعدين قعدنا نزود ميه لحد ما خدنا عجينه ناعمه وملمسها طري وحلو قوي. لازم تتغطى نص ساعه او ساعه حسب الجو والحراره اللي انت فيها عشان خاطر تخمر معاكي وتريح. بصوا العجينه معانا مرتاحه، بصوا حلوه ازاي تاخد وتدي معانا وتتفرد. العجينه اهي، بصوا لازم نعمل كده مره بالطول ومره بالعرض عشان تطلع معاكي مدوره. في بقى ايه ممكن تعملها تطلع معاكي اشكال مربعه مثلثه؟ لا، انت خديها مره بالطول ومره بالعرض عشان تطلع معاكي مدوره زي ما احنا عاملينها كده قدامكم. هي طالعه مدوره، لو طلعت معاكي مستطيله مش مظبطه خديها مره طول، يعني مره كده بالطول اهي. احنا عملنا كده فردنا الطول اهو، شايفين خدناها مره كده فردنا الطول. تروحي لفه العجينه اهو وعاملاها بالعرض، دي هتطلع معاكي سواء بتعملي عيش بقى او بيتزا او اي حاجه، دي هتطلع معاكي العجينه مدوره زي ما انت عايزه اهو. نجيب بقى الصينيه اهو، بصوا طلعت قد الصينيه بالظبط اهي. دي بقى هنجيب الاطراف، نحط جبنه موتزاريلا كده اهو، نحشي بقى براحتنا. ممكن بدل الجبنه الموتزاريلا تحطوا سوسيس او سجق. ايوه كده. ممكن لو انت مثلا كان عندك عزومه، كان عندك عيال ما بياكلوش الفراخ، عندك بواقي فراخ بواقي لحمه بواقي كتير بقى، جمعيهم كلهم في الفريزر وفي مره طلعي اعمليهم في بيتزا على طول. ايوه كده. هاخد بقى الطرف واتنيه كده لجوه على العجينه. شايفين كده بنتن الطرف لجوه على العجينه بحيث يبقى الاطراف كلها جبنه من جوه. يبقى احنا كده عملنا اللي محشيه اطراف جبنه، وعملنا اللي محشيه اللي فيها اطرافها كور جبنه. وممكن زي ما قلت لكم الطرف نحط فيه بدل الكور الجبنه نحط ممكن كفته، او ممكن نحط قطع فراخ او اي حاجه اهو. حلو قوي كده. ندهن صلصه بيتزا. اهو هنا كويس قوي كده اهو. ايوه كده. كويس كده. زي ما قلت لكم نعيد العجينه من الاول. كيلو الدقيق خد معلقه كبيره خميره وخد معلقتين سكر ورشه ملح وشويه زعتر ومعلقتين زبادي، وبعد كده سيبنا عجناهم كويس بميه. نحط الميه حبه حبه عشان خاطر الدقيق. هنا بيبقى المشروم حلو قوي مع الفراخ. ادي مشروم اهو،
مع الفراخ وألويا وقام. ألو؟ ألو؟ ألو. أهلا يا وقام. أنا بحبك جدا. ربنا يخليك. طب يعني سؤال بس، هو وقام ده ولد ولا بنت؟ أنا عايزة أنا عايزة طريقة الزلابية. من عينيا الاثنين. يا سلام، أحلى الزلابية. اكتبي عندك ورقة وقلم واكتبي الزلابية. حاضر. من عينيا الاثنين أحلى زلابية. يا سلام، عينينا الأهل سوهاج، أهل سوهاج كلهم حبايبنا. من عينيا الاثنين. بيتزا مين اللي بتاعت مين؟ انتوا قاعدين تقسموا بيتزا جوه؟ قاعدين تقسموا وتخمسوا كده وانتوا قاعدين؟ انسوا البيتزا دي كل الصواني دي هحط حتى في شنطة العربية وأنا ماشية. وانت ايه؟ انت كده بتروحي معايا. فرصة بسمسم. معاذ بيقلش، بقيت قلوش انت يا معاذ. للأسف الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا خلصت. طب لو انت بقى بتعملي جبنة موتزاريلا بيتزا والموتزاريلا خلصت، هتعملي ايه؟ هتجيبي جبنة فيتا عادية وتحطيها في الخلاط معاها بيضة وتضربيها وتحطيها على وش البيتزا. انا كان نفسي اعمل لكم الخطوه دي هنا، بس للاسف مفيش جبنه فيتا، اني كنت طالبه موتزاريلا كتير وهم جابوا كتير قوي بصراحه. يعني اللي طالبين بيتزا، ها فين الموتزاريلا؟ قول لي كده فين الموتزاريلا يا استاذ معاذ؟ فين؟ ادي اهو كده، حلو قوي. لا ادوني، قالوا كيس واحد، قالوا كيس واحد. ايوه معاذ لسه جاي. روح نام يا معاذ، روح نام يا معاذ. ما انا عارفه. ادي كفايه كده، دي اهي نركنها كده عشان ادخلها الفرن. عايزه بس اطلع دي من الطبق. بسم الله. الو يا مي. صباح الفل يا مي. صباح النور يا شفطه. اهلا بيكي. انا بحب حضرتك جدا والله. ربنا يخليك يا مي، تسلمي. كلمتي من حبيبتي جدا والله. اهلا بك يا مي، تسلمي. تسلمي ايدك على كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا مي، ويا ربنا يخليك. سلامي لماما فاطمه قوي. الله يسلمك. تسلمي. تسلمي ايدك حبيبتي. تسلمي. بص بقى طلعناها بكل سهوله اهي، ما لزقتش معانا عشان العجينه حلوه ومرتاحه. هما جايبين لي الشاكوش ده عشان نقطع بيه، مش عارفه ليه. طب ما كنت هاتوا لنا سكينه اسهل، يعني انا بحب اقطع بالسكينه دي ما بتقطعش. ليه البيتزا بتبقى مدورة ومحطوطة في علبة مربعة وتقطع مثلثة؟ ايه المغزى في كده؟ قولي كده ايه المغزى من كده يعني؟ ليه؟ انا بسألك انت. بص عايزة اقول لكم انها من تحت مستوية. بصوا من تحت اهي، ده اللون بتاعها حلو ومظبوط. بصوا اللون ده حلو قوي، تاخدش اكتر من كده. والعجينه بصوا من جوه اهي، لو ناخد طرف العجينه كده، بصوا العجينه، بصوا هشه ازاي اهي، مش مكتومه ولا اي حاجه. وطبعا يعني الله يا استاذ تهامي، تحفه. افتح بقك خد حته. يا جماعه انا دلوقتي مضطره اطلع فاصل عشان اكلها، وارجع لكم بعد الفاصل عشان نعمل واحده كمان ناكل. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا عملنا كذا نوع بيتزا وطلعنا دي من الفرن كمان اهي، وبنفرد بقى دي دلوقتي. دي بقى ايه، انا هفردها كده بشكل عشوائي عشان خاطر هقطعها ميني. دي العجينه اللي احنا عجناها على الهوا في اول الحلقه اهي. تبقى رقيقه كده وحلوه. انا عندي غطا برطمان اهو. بسم الله. قطع
بتاع بقى بغطا برطمان، بكوباية، بطبق، أي حاجة، الحجم اللي انت عايزاه. عايزة أبص كمان على البيتزا اللي في الفرن، خلاص هتطلع اهي. شوفوا كلهم عاملينهم على الهواء قدامكم واستووا قدامكم، محتاجوش ان احنا نعمل لهم نسخة، لان هما طول ما العجينة خمرنا معاكي والفرن بتاعك عالي هتطلعي نتيجة حلوة قوي للبيتزا. طبعا انا عارفة ان الصاج ده بيلزق، فانا هدهن الصاج نقطة زيت صغنطوطة. زي ما قلت لكم ما عندكوش جبنة موتزاريلا، بتروحوا واخدين بيضة مع شوية جبنة فيتا وملح وفلفل وتعملوها. ناخد بقى البيتزا الصغنونة دي اهي، نرصها في الصاج. في ناس بتعمل بيتزا مربعة عادي في صينية مربعة في صاج. كريمة انا هعملك بلوك، هعملك بلوك من الدنيا كلها، اسكتي. فيس وانستجرام وكله. زي ما انتوا شايفين كده اهو، طلع بقى البيتزا اللي في الفرن. احنا بقى ايه نعمل دول بعد كده. نطلع الاول ما تطلع البيتزا لازم تطلع من الصينيه، ما ينفعش تقعد في الصينيه، يا اما هتعرق في الصينيه تبقى معلقه من تحت، واحنا مش عايزين كده. ايوه نلم بقى ده كله، نلم العجينه نحطها في الطبق. ايوه ادي الطبق اهو، جيب بقى طبق لدي. نطلع كمان البيتزا اللي في الفرن استوت معانا اهي، خلاص كده عليها كفايه. لازم تطلع من الفرن من الصينيه اول ما تطلع من الفرن. ادي البيتزا الثانيه اهي، طلع بقى اللي في الفرن كمان. ادي البيتزا كده. شفتوا النهارده البيتزا عملناها، وشفتوا العجينه، وعملنا كذا حاجه. وقلت لكم لو ما عندكوش جبنه موتزاريلا تقدروا تعملوا ايه. حلقه النهارده كانت سريعه وسهله ولطيفه وخلصت معانا اهي. دي بس تهدى شويه كده عشان نعرف. الله بصوا سهله انها تطلع معانا، بس سخنه خايفه تلسع. اجيب ايه؟ اجيب ده، عايزه اطلعها من الصينيه قبل ما تشوفوها كده اهو. نقطع كده دي اتنين، وسقفه بقى. سقفوا لي يا جماعه، سقفوا لي طلعتها. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده ويوم جديد، وانتظروا بقى ايه. عايزه بس اخد لكم كوره، عايزه اخد لكم كوره من هنا اللي هي فيها الجبنه دي كوره. بصوا الكوره، بصوا بصوا بقى الموتزاريلا اللي في الكوره، بصوا اهي، بصوا الجمال والحلاوه بتاعتها اهي. اشوفكم بكره ان شاء الله، واللي ما شافش الحلقه يشوفها في الاعاده او يشوفها على الفيسبوك على صفحه قناتي او على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده ويوم جديد، اقول لكم السلام عليكم.